انضم لنا الآن الأستاذ وحيد نحاس، مدير عام الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بالمسجد الحرام. أستاذ وحيد، أهلا وسهلا فيك، سعداء أن تكون معنا. كل عام وانت بخير إن شاء الله. كل عام وانتم بخير والمشاهدين الكرام، وهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بعيد الأضحى المبارك والأمة الإسلامية، وأخص بالتهنئة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وهنئهم أيضا بنجاح حج هذا العام 1442. حفظ الله حجاج بيته من كل سوء وردهم إلى أهلهم سالمين وغانمين بإذنه تعالى. أستاذ وحيد، يعني أتحدث معك اليوم، وصلت طبعا طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى المسجد الحرام ليؤدوا طواف الإفاضة، كيف كانت الآلية؟ ولله الحمد، حضروا حجاج بيت الله الحرام إلى البيت المسجد الحرام، وتم استقبالهم وإرشادهم وتقديم ماء الزمزم والمظلات والوجبات، والحرص على التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية وانسيابية الدخول للمطاف على المسارات المعدة 25 مسارا، وتم استقبالهم بمطوفي المسجد الحرام ليؤدوا شعائرهم بكل يسر وسهولة. ماذا عن الاستعدادات يعني التي سخرتها رئاسة شؤون الحرمين الشريفين لاستقبال حجاج هذا العام بشكل عام؟ طبعا هناك العديد من الخدمات التقنية والهندسية والدينية قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة الحاج من دخول ساحات المسجد الحرام ثم أبوابه ثم الأروقة ثم الطواف ثم مصلى الركعتين ثم السعي. تقدم في هذه الأماكن المباركة جل الخدمات لراحة حجاج بيت الله الحرام. نعم، في ظل ظروف كورونا وهذه الجائحة، يعني ماذا عملت شؤون التطويف لخدمة حجاج بيت الله الحرام؟ قدمت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين العديد من الخدمات، منها خدمة التطويف لضيوف الرحمن وضيوف الدولة والوفود الرسمية، خدمات توجيهية، خدمات إرشادية، التعاون والتكامل لراحة الحاج، الطلبات الإلكترونية لطلب المطوف. نعم، ماذا عن طواف الإفاضة والإمكانيات التي سخرتها الرئاسة لأداء مثلا الحاج طواف الإفاضة بكل يسر وسهولة؟ تم استقبالهم بالعديد من البرامج، منها إرشاد ودلالة، منها برامج تمم نسرك وحقق مقصده، ومنها برنامج التطويف على هدي النبوة، برنامج توجيه وإرشاد، برنامج كلمة توجيهية، كل هذه البرامج، برامج مقاطع تعليمية. نعم، كل هذه البرامج لخدمة حجاج بيت الله الحرام في الحوار. ما هي هذه البرامج؟ أنت ذكرت أكثر من برنامج أستاذ وحيد، يعني ما هي هذه البرامج ومن يقوم عليها كذلك؟ يقوم عليها مطوفي المسجد الحرام. جميل. وموظفين متخصصين، مثل برنامج إرشاد ودلالة، يهدف هذا البرنامج إلى مشاركة المطوفين لتقديم خدمات إرشادية لقاصدي المسجد الحرام. برنامج رسالتنا عظيمة، فضل الحج، آيات وأحاديث بعدة لغات. برنامج تمم مقصدك، يهدف هذا البرنامج لتقديم خدمات توجيهية للحجاج لإعانتهم على أداء نسكهم على وفق النهج النبوي. برنامج توجيهي وإرشادي، تقديم خدمات توجيهية وإرشادية لقاصدي المسجد الحرام باللغتين الفرنسية والأردو والعديد من اللغات الأخرى من قبل موظفي الإدارة. جميل. برنامج كلمة توجيهية، هو برنامج إعلامي لنشر كلمات توجيهية من قبل مطوفي المسجد الحرام والموظفين على هذه الخدمات. نعم، اليوم يعني في ظل تسخير الدولة لخدمة الحجاج كافة التسهيلات، ما الخدمات الذكية التي تقدمونها أنتم للحجاج؟ هناك العديد من التطبيقات، وأيضا إطلاق خدمة الواي فاي التجريبية بالمسجد الحرام. الرئيس العام يوجه بخدمة إرشاد السائلين بإحدى عشر لغة عن طريق الهاتف المجاني والاتصال المرئي. هناك 90 برنامجا توجيهيا وإرشاديا وتعليميا وتأهيليا. تسخير الذكاء الاصطناعي من خلال استخدام روبوتات لتوزيع ماء زمزم، وأيضا لتعقيم المسجد الحرام دون تدخل بشري. كل هذه الخدمات والعديد أيضا خصصت لخدمة حجاج بيت الله الحرام، فالشكر لله.
جميل، الشكر ايضا لك الاستاذ وحيد. بلا شك ولاة امرنا جهودهم واضحه وجليه. الاستاذ وحيد نحاس مدير عام الاداره العامه لشؤون التطوير والمطوفين بالمسجد الحرام، شكرا جزيلا لك على هذا التداخل. شكرا استاذ وحيد.